هلا، ومثل ما شفتوا وديت خلوده على مدرسته كرمال انا وياكم نقعد نحكي على رواق. شو بدنا نقعد نعمل هلا؟ خطتي اليوم اني فاجئه، بما انه هذيك المره وقت تحدي البرينكلز ما تفاجئ، اني هالمره عن جد فاجئه، وهو لانه بحب الهوجي ووجي كثير قررت اعمل له كيكه على شكل هوجي ووجي، ومستحيل ما يتفاجئ، يعني مستحيل. اول شيء شو بدنا نعمل لحتى نعمل هالهوجي ووجي؟ اول شيء بدنا كيكه، رح اجيب كيك جاهز لانه اذا بدي اقعد اخبز كيك بالبيت بدي اقعد طول يعني، فلح اشتري كيك جاهز. رح اشتري كمان كريمه مشان نلون هالهوجي ووجي كريمه، بدنا نشتري الوان كمان، الوان لحتى نلون الكريمه، بدنا نشتري عجينه سكر لحتى نساوي الايدين والتم والعيون، وكمان شو بدنا يا رانو؟ بدنا نجيب زبده حتى نعجن الكيك فيه، فيعني بدنا كذا غراض هاي الليستة، ويلا نروح نجيب شو لازمنا لكيكة هوجي ووجي. ماما وين رايحين؟ والله ما بعرف ليش حاسسني قلبي هيك في أجواء مرعبة حواليي. لك لا خلودة، ما في شي، بس عم نشتري هيك غراض عادية للبيت. طيب ماشي، بس أنا حاسس بخوف ما بعرف ليش. رح احمل لك هدول ماما. واحدة معنا، واحدة اثنتين ثلاثة اربعة، لسه بدنا، انا كان بدي اخد 10 علب بس شكله ما عنده كتير. لك ماما لا شو كل هالكريمة؟ اربعة، وانت اشتريت خد هدول، ما عنده غير تنتين. شفت روح هلا ايه حبيب كيك تحفة تحفة، مبسوطة كتير اني اخد تنتين. ماما شو بدنا بكل هالكيك كمان؟ شو بدك تعملي؟ لك ولا شي خلوده، هدول هيك للبيت مشان ناكلهم. طيب انا بدي اشتري بيضة، معلش ماما. شو في بقلبهم؟ نحلة؟ يا الله، حاسس هيك بطني ممغوص وخايف، وكأنه في أجواء رعب حوالي. ياي طلع لي كانديز. ماما قلتي لي بدك زبدة، هي زبدة. فونا يا ترى الألوان؟ رح اشتري لون أسود، عندي لون الهي بيربل، اشتري ازرق شي 2، هاي الايسينج بدنا نحطها خلص خلودة، هاي بدنا نعمل فيها الايدين والتم والعيون، وخلودة مو دريان شو عم يصير حوالي. اخذ وحدة انا رح لونها احمر لحتى لونها. هاي عجينة سكر ملونة خاصة رح اشتريها. احلى شيء انه انا بدي اعمل له كيكه على الهوجي ووجي وهو ما له دريان. يلا تعال، اشترينا الاغراض والالوان، واخيرا يوم تنفيذ الكيكه. كتير متحمسه وقررت سجل صوتي لانه زوجي بالغرفه نايم، خلوده بالمدرسه، والدنيا لسه بكير. حطيت لعبة الهوجي ووجي قدامي مشان نعرف كيف نساويها، وهي الزبدة دوبتها مشان هلأ نحطها على الكيك وندعكها سوا، يعني نعجن الكيك مع الزبدة مشان نقدر نشكله بالأشكال يلي بدنا ياها. وكل شي جاهز قدامي، وحتى حاطة مسلسلي الحلو مشان أقعد هيك اتفرج واشتغل. أنا عن جد عندي متعة بهاي الأمور، فيلا نشمر ويلا نبلش. وحتى حاطت لكم هيك موسيقى يعني مرعبة، لأنه هي اللعبة، نحن موضوعنا اليوم كله عن اللعبة، هي اللعبة مرعبة، فحبيت الأجواء تكون مرعبة. ولو صح لي كنت طفيت الأضوية وصورت بس ما بيمشي الحال. هون أنا قاعدة عم بفتح الكيك وقلبي على إيدي وعم بدعي يا ربي تزبط بعد كل هالعذاب إنه تزبط معي الكيكة، لأنه ولا مرة صراحة عملت كيكة إنه شكلها على شكل شيء، بالعادة يا مستطيلة يا مدورة، بلعب بعجينة السكر، بس بالكيك نفسه ما عندي يعني فكرة
كيف بنعمل بالضبط. فهيك من حسب خبرتي البسيطة قعدت جرب انه بعرف انه بنحط لها زبدة مشان تندعك. فهلأ اول شي بدنا نعمل الجسم. هلأ انا عملت شوية كيك مشان نشكل فيه جسمه للهوجي ووجي. وهون انا على فكرة كنت بدي اعمله اكبر، حجمه كتير كبير للهوجي ووجي، مشان هيك اشتريت كيك كتير وكريمة كتير. بس بعدين تذكرت بس رجعت على البيت انه انا مالي جايبة قاعدة كبيرة لحتى أقعد عليها الهوجي ووجي، والقاعدة اللي عندي بالبيت كتير صغيرة، فاضطريت زغره للهوجي ووجي. بس يلا كمان هيك ما عذبني بالشغل. وهي عملت الراس هلا مثل مو شايفين، كتير كنت خايفة الراس ما يزبط معي ويوقع لأنه الراس هيك رفيع، ما بعرف كل الوقت وأنا خايفة. هلا عملت الرجلين، حطيته للجسم يلي عملتهم بالبراد لحتى يبردوا شوي، وقعدت ساوي الايدين والرجلين تبعت الهوجي ووجي. وهلا انا بعدين حبيت انقل الانترنت مكان التصوير على مكان تاني لانه هيك بستحكم اكتر، يعني ما كنت مستحكمة انا عم صور جنب الكاميرا وكل شوي بدي شغلها وهيك. فقلت لح حط الكاميرا فوق والكيك تحت وقعد انا وياكم نشوف كيف لحط الرجلين وكيف لح نصمم الهوجي ووجي انا وياكم. والله هيك ما عندي اي فكره، هيك عم حط واشتغل هيك على عمياني، عم بتوكل على الله ويلا ان شاء الله بيزبط معي. الايدين كتير طوال والرجلين طوال، وقلت لكم هي الدويره اللي انا حط عليها الكيك صغيره، فما عاد عرفت شلون بدي اقعده للهوجي ووجي. وهلا صار وقت نعمل الكريمة. بعد ما عملنا جسمه للهوجي ووجي صار وقت أعمل الكريمة. جبت كريم شانتي، طبعا أنا جبت 10 ظروف، مدري لا جبت 8، ما استخدمت غير 4 وكتير زاد منه كمان، يعني يا ريتني ما كترت. فحطيت مي باردة وهلأ بدنا نلون الكريمة باللون الأزرق الغامق، بس للأسف ما طلع أزرق غامق كتير مثل ما بدي، طلع أزرق فاتح. إن شاء الله خلوده ما يزعل حاكم، هو بدقق على كل شيء ما شاء الله. وهون عم بعمل تغطية هيك بسيطة عليه للهوجي ووجي كرمال نلزق عليه الكريمة بالنهاية، بس تغطية خفيفة. أما هلأ my favorite part اللي هو عجينة السكر، ونقعد نعمل أشكال فيها. لح نعمل الإيدين باللون الأصفر، لح أعمل هذا الأسود اللي جوا، والعيون باللون الأسود، وبالأحمر لح أعمل التم. فيلا نبلش. انه فظيع كيف طالع شكله بدون اسنان، كتير كيوت ولطيف، يعني خفتي يضل هيك شكله لطيف. مجرد ما ركبت له سن واحد بلش يبين هيك انه قديش شرير. شوف الفرق كيف كان وكيف صار، يعني فعلا هاي اللعبة يلي مخليها تبين انها بترعب هو الاسنان بس، ولا هي لطيفة يعني. فهلأ يلا نساوي الايدين. هلأ صفيان علي اخر شي الرجلين والايدين. وهلأ يا حذركم شو صفيان علينا؟ صفيان علينا نعمله شعرات. هذا أنا الإمع اشتريته من فترة ولا مرة جربته، فكنت كتير خايفة ما يطلع مثل ما بدي، بس الحمد لله طلع منيح إنه كأنه مثل الشعر عليه للهوجي ووجي، هدول الفروة. فكتير انبسطت بالنتيجة اللي طلعت معي، وضليتني حط الكريمة هيك لحتى صار كل الهوجي ووجي تغطى بالشعر كأنه صار حقيقي. وترى واخيرا هاي النتيجه، شوفوا لي على هالقعده يلي قاعده، يعني مبين هيك عرفان حاله قديش وازن ومعروف والعالم بتخاف منه. تعالوا شوفوا انجازي يا جماعه، شو رايكم حلوه؟ عذروني على صوت الغساله يلي طالع، وهي النتيجه تبع هوجي ووجي. حلوه قديش بتعطوني من 10؟ اكتبوا لي بالتعليقات. يلا نروح نجيب خلودة، اذا الله راض اذا الله راض لح يتفاجأ، انا متأكدة. كيف خلودة؟ بدك تشوف السوربرايز اللي عملت لك اياها؟ ايه
اكيد ماما. متحمس؟ يلا تعال. اكسايتد خالة؟ يس. يا حزرك شو انا عاملت لك يا حزرك؟ اشتريت لي هوجي وجي جديد. ماما تعال فخي معي. يا الله شو حلوه، بتجنن. يلا تعال خلودة، في مفاجاه فوق، مالك متحمس؟ بلا يلا امشي. يا ربي تعجبه كتير، يعني انا بدي ازعل اذا ما عجبته لاني من الصبح عم بشتغل فيها. تفضل استاذ. يلا فوت. 1 2 3 open. شو؟ اوه ماي جاد، ماما لك امتى عملتي وانا بالمدرسه؟ يعني يا ريتني شفتك وانت عم بتساوي هي. شو كريمه؟ كريمه. ماما بدي اقول الراس، حطي لي الراس بدي اكله كله. يس كثير حلو. ثانك يو مامي، ثانك يو، يا احلى ام بالدنيا. يا الله بجنن. جايز عن جد اشتهيتكم كلياتكم تيجي تاكلوا معي الهوجي ووجي. بدك تاكل خلودة؟ انو شقفة. بدي اكل راسه مامي. بدك تاكل راسه؟ yeah. يا الله، مع اني مالي سخيانة اني اقطع له راسه ولا هيك، بس شو بدنا نعمل؟ يا والله ولا انا يا ماميتو، بس يعني بدي اكله يعني. لحاول حط الصحن ورا وهيك اسمه هيك بهذا الشكل مشان ما ينتزع معنا. واو هذا كله انا بدي اكله، وليش مبين لذيذ. مات هوجي ووجي، تقطع هوجي ووجي. هي قطعنا هوجي ووجي، حرام خطية، لنا ساعة عم نشتغل فيه. يلا بدك تاكله كله هذا خلودة؟ معلش اكل معه؟ ايه ماشي، بتعميكي لقمة صغيرة. ايه كتر خيرك، شبه اللقمة الصغيرة منيحة. يلا روح على الطاولة، يلا بلش خلودة، تفضل دق لنا يا. شكله كتير طيب، من قبل ما اكل رح اعطيكي مليون بالمية. طيبة؟ حطينه هنا. الحمد لله عجبته وهيك عطى ردة فعل. هو خلودة من الأشخاص اللي ردة فعله باردة يعني. فهي ردة الفعل اللي شفتوها تعتبر أقصى ردة فعل عنده. فالحمد لله حبه وقاعد عم ياكلها. وهلأ صار فينا لازم نودعكم ونقلكم نعطوني قديش بتعطوني من 10 على الهوجي وجي اللي عملتها. فإن شاء الله تكونوا تسليتوا معنا، ومني ومن خالد منقلكم بايات كتير. باي باي.